دي بتكوني عايزه. الو، الو، ايوه، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله، احنا قاعدين بنضحك اهو. انت تضحكي بقى. اكل حلو كمان شويه ان شاء الله. انا عن نفسي بحب حضرتكم، بحبكم كلكم، وبفرح جدا لما بشوفكم كل اربعه مع بعض. ربنا يخليك. انا عن نفسي افعل حاجه بتسعدني لما بشوف ابتسامتكم. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي ربنا يديم يعني كلك ذوق فرحتينا يا رب. انت بقى كبنوته كده، اكتر حاجه بتبسطك وبتفرحك في الحياه ايه؟ بصراحه ايوه بصراحه اهم حاجه لما بشوف خطيبي طبعا. يعني لما بتشوفي خطيبك. لما بتشوفي خطيبك. انت رومانسيه اكيد بقى يا ايه، يعني بتحبي رومانسيه كده؟ رومانسيه فانا بس شغله بعيد، فهو بيجي كل فتره كل فين وفين كده، وبتعب جدا لما بشوفه. يعني ربنا يتمم لكم على خير يا ايه ان شاء الله. قول لنا بقى كده حاجه تبسطنا، ما اعرفش ايه هي بس قول لنا حاجه. لا نطلع لها سؤال قبل السؤال والله. لا تقول حاجه تبسطنا. قول لنا حاجه تبسطنا كده. هتتجوزوا امتى؟ يعني فرحينا، قول لنا حاجه حلوه. يعني زاري من دول ان شاء الله كده. حلو ان شاء الله. ربنا يسعدك يا رب. جاهزه للسؤال يا استاذه؟ ماشي. على فكره انا بحب خطيبي شبه منضحك بالظبط، يعني ملامحه. يا سيدي يا سيدي. يا رب يخليكم لبعض يا رب. يا سيدي يا سيدي. يا رب يخليكم واد شبابي. لا بجد انا والله بجد يعني مفيش خلل حتى ملامحه كله. ربنا يخليكم لبعض. سؤالك بقى، شايفه ان السعاده في الادخار ولا في الصرف؟ جاوبي. في الايه؟ في الادخار، يعني تحوشي ولا بتصرفي وتتبسطي وتجيبي فساتين وميك اب زي الاحسن؟ بتبعزقي فلوسك ولا؟ انا مصرفه جدا جدا. بس مصرفة. كده مصرفه. بتصرفيها في ايه بقى يا ايه فلوسك؟ اعترفي على الهوا. اكترتها في الهدوم والرصيد والشيب كده يعني. طبعا تعالي اقعدي جنبنا حبيبتي. الهدوم دي اهم حاجه. اهلا بيكي في شله الصرف العالميه. بقول لك ايه يا ايه، اصرفي على قد ما تقدري، يعني مش ضامنين. تحرميش نفسك من حاجه. كاتب لنا مش. لا ما بص انا ببص لها بنظره واقعيه، محدش ضامن يعيش لبكره، الفلوس معموله عشان ننبسط ونشوف نعم ربنا، ما تحوشيش وانت محتاجه حاجه. ده وعلى راي المثل اصرفي ما في الجيب ياتيكي ما في الجيب. ساره عشان ولا هي ما تسمعيش الكلام ده ارجوكي. بصي اصرفي زي ما انت عايز تصرفي، بس خلي فلوس لبكره احتياطي، انت مش عارفه بكره في ايه. يا ريت بس النهارده خلي فلوس. انا بقيت النهارده مش بستنى فكره. بشكرك جدا والله.